حي القادسية الثانية في منطقة التأميم بمحافظة الأنبر، مساحة تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الكريمة من الخدمات، حيث شوارع بلا تبليط وتغص بالنفايات، والمنازل أغلبها من الصفيح، والمجاري والبنية التحتية للكهرباء مفقودة، ناهيك عن الفقر الذي يحاصر أهالي الحي ويفتك بما تبقى من قوة الاحتمال لديهم. احنا القادسية الثانية منتهي فردنا بلا تبليط لا مجاري لا تكون، يعني اهل البلدية يجون يراجعون كل اسبوعين كل ثلاثة يلا يجون، يعني هاي الوساخة بالشارع مرت بيقال يقوم نلقط بيها من الشارع وطبع على البيوت زين، وبالشتاء نطوف يعني فردنا منتهين، ما حد يجي يسأل ولا حد يجي يمر علينا ولا حد يقول شلونكم، يعني خلي يجون يشوفونا حل. نعاني من المجاري من الخدمات، لا كهرباء لا شوارع يعني مثل مرتبة تبليط، يعني كل المناطق هاي الدائرة مدونة كلها تبلطت، واحنا نداعم المحافظ يعني امامون يربط لنا القادسية الثانية، يعني لا شوارع يعني لا مطر بالاطفال يطلعون بالشتاء طين، لا خدمات يعني كلها يعني ما تبوا عليها الشوارع لا تبليط لا مجاري يعني. وتتفاقم مأساة أهالي حي القادسية الثانية مع تفاقم الفقر في هذه المنطقة المهمشة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، وخاصة إذا ضاعف آلامه المرض والعجز وسقيع وأمطار فصل الشتاء. تبليط ماكو، مي وكهرباء كل شيء ماكو، سيارة تفوت تطبج عليها تراب، يعني خدماتها مو زينة حيل، ومطر دمارة من تصير مطر تندمر العالم. من تمطر الدنيا الشارع يغرق، ما نقدر نطلع برا، وما نقدر الجهال ما يقدرون نروح المدارس لأن المطر، يعني شو ما يقول البيت مليان مي وما نقدر يعني نطلع برا، إذا سيارة فاتت مننا أنا تترسنا تراب ونختنق، اللي عنده ربو واللي عنده صدره يعني يختنق. حي القادسية الثانية مثال صارخ عن الإهمال والتقصير الحكومي في تأمين أبسط ملامح الحياة الكريمة للكثير من المناطق في العراق. هذا البلد النفطي الغني بثرواته، الفقير بالجهات الحكومية في السلطة الراغبة بتحسين أوضاع أهله وقاطنيه.